خصوصا أنه نشوف إذا كانت مفاجأة أو لا، يعني ما قاله وليد زوبلاط وفي أي اتجاه يقرأ هذا الكلام. ولكن ببداية هالحلقة أنا كمان عندي كلام. ببداية هالحلقة اللي تأخرنا يعني فيها شوي بسبب لعب وليد زوبلاط، أنا عندي اسمحوا لي أعلن عن نهاية لأنه ما أتيحت لي الفرصة حتى أعلن عنها في موقعها الطبيعي. نهاية مسيرة عمل استمرت 26 سنة بنشرة أخبار التلفزيون. مساء الجمعة وبختام النشرة كان يعني أنا كان لازم أودعكم وأخبركم إنه هيدي كانت آخر نشرة بقدمها على شاشة التلفزيون. طبعا بعز علي كتير كان إني أودعكم وودع النشرة اللي أعطيتها من عمري أكثر نصه. الحقيقة اللي كتار سألوا عنها وبشكر طبعا اهتمامهم ومحبتهم، وهي حقيقة بسيطة، ما كان بدها كل هالضجة الإعلامية ولا كان بدها كل هالخبريات الجاسوسية ومصادر مخفية وسبق صحافي وغيره. هالحقيقة بتقول لكن بالآخر في آخر في وقت فراق. أنا بكرة مش رح أرجع أمسيكم من خلال نشرة الأخبار، بس رح ضلني بالوقت الحاضر صبحكم واتمنى لكم نهاركم سعيد من خلال هالبرنامج حتى يحين وقت الفراق الأخير. يمكن الدنيا تغيرت وأنا ما تغيرت، يمكن أنا تعبت، يمكن أنتم تعبتوا مني، لكن بكفيني إنه تابعتوني خلال 26 سنة يمكن ما حدا سبقني عليها. طلع عليكم من خلال نشرة واحدة ومحطة واحدة. بشكركم، بشكر كل اللي حبوني، كل اللي تابعوني، كل اللي صدقوني، كل اللي وثقوا فيي. تقبلوا مني الخبر المر مثل ما تقبلوا الخبر الحلو. يعني كل هالسنين انا وياكم كنا طبعا بفرد قطار، حان وقت انه نفترق. انا بدي اشكركم من جديد، انا بحبكم. شكرا. دكتور غطاس خوري سمعت انه يعني كنت مثلا اقول لك اسمح لي يعني بهيدا الموضوع، لانه مثل ما قلت ما قدرت اشتغل هالشغله، هي لحظه صعبه ما قدرت اشتغل اخبار. انا بتمنى لك التوفيق وين ما رحتي، واللبنانيين اكيد بتمنوا لك التوفيق، وكل مشاهدينك بحبوك بحبوني يضلك تطلع عليهم. فيمكن هذا فراق بمحل واستقبال بمحل اخر، ان شاء الله التوفيق يرافقك وين ما كنتي. انا على كل حال مثل ما قلت هلا مستمره بنهاركم سعيد حتى تفرق يعني على الاخر، لانه مثل ما قلت بالاخر طيب نهارنا سعيد، نهارك سعيد ان شاء الله رح يبقى سعيد على الكل طبعا. خلينا نفوت اذا بموضوع الحلقه.